السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ طبعا الدنيا مقلوبة على اللي حصل في الغردقة والقرش اللي هجم على شط دريم بيتش في الغردقة، والدنيا السوشيال ميديا كله عامة بيتكلم على الموضوع ده. وطبعا السياحة كده يعتبر بتضرب، وناس كتير جدا خايفة تروح الغردقة بالأخص وتروح طبعا الشط ده. عايزة اقول لكم بس على معلومة، مفيش حاجة اسمها ان البحر ده مفيهوش قروش، مفيش بحر على سطح الارض مفيهوش قروش، كل البحار تقريبا فيها قروش. القروش بتعيش في المياه الباردة والدافية في كل بحار الدنيا. ففكرة ان انا هخاف اروح الغردقة او هخاف انزل البحر عشان القرش، لا، انا يعني ناس كتير خايفة بره مصر وجوه مصر ان هي تروح تعمل ده. فعايزة افهمكم بس ان كل الدنيا فيها قروش، مش عندنا بس، او مش يعني احنا يعتبر اقل دولة موجود فيها او ظهر فيها حالات هجوم القرش ده. وقبل كده اتكلمت في فيديو ليه حصل الهجوم، عشان حوار ان الفترة دي من كل سنة، الفترة الهجرية دي بالاخص اللي هي قبل عيد الاضحى، بيحصل ان في نقل للاضحيات عن طريق البحر بعابرات، في طبعا منهم بيتوفى او بيموت فبيرموه في البحر، فالقرش بياكله وبيبدأ يتتبع ريحة الحاجات دي لحد الشط، وبيحصل لهم حالة سعر وبيبدأ يعض الناس. القرش يا جماعة اصلا ما بيحبش ياكل البني ادمين وبيحبش ياكل الانسان، وحالات قتل القرش على فكرة على مدار العالم هتلاقيها قليلة جدا. في قروش بتعض، لكن اصلا ما بتحبش دم البني ادمين عامة. فاللي حصل دي حالة سعر. فعايزة افهمكم برضك بعض النقاط اللي لازم تكونوا عارفينها عشان الناس المرعوبة ان هي تروح البحر، لا، في حاجات لازم تكونوا عارفينها ولازم تعملوها عشان تتجنبوا الموضوع ده. الفترة اللي احنا فيها دي صيف، صيف يعني حر يعني بحر يعني، لازم امور تكونوا عارفينها عشان ما يحصلش اللي حصل ده. اول حاجة البنات اللي بتنزل البحر بمكياج وبادي لوشن، والشباب اللي بتحط مزيل عرق قبل السباحة والصن بلوك، كل دي روايح بتجذب القروش وتصير فضولها. اعتبر البحر ده عامل زي حمام السباحة، يا ريت تاخدوا دش قبل نزول البحر. البول في البحر زي الدم بالظبط، ريحته بتشمها القروش على بعد اميال، فيا ريت ما نعملش بيبي في الميه علشان ما تتاكليش. الناس اللي بتنزل البحر بمايوهات الوانها فاقعه بلاش، عشان بتعكس الاضاءه وملفته لاسماك القرش كمان. يعني بقى بلاش الفوسفوري والفحلوقي والعاكس والبرتقاني والملعلط وكل الالوانات دي. ناس كتير ما بتبقاش واخده بالها ان عادي جدا القرش يطلع للشط، فباستمرار لازم يكون شايف القاع اللي حواليك، ما تكونش الميه داكنه جدا او فيها عقاره رمل. مش ضروري خالص انك تعومي لداخل الميه لمسافات طويله، دي مش شطاره على فكره، مش محتاج تثبت حاجه لحد. خد معاك نظاره سباحه عشان تعرف تبص تحت الميه وقت الضروره. لما تقلع النظارة خليها حوالين رقبتك مش فوق راسك خالص، فوق راسك دي اشارة للمنقذ انك بتقول انك في خطر. ما ترميش اي بواقي اكل في المية، حتى لو كان سندوتش جبنة، حتى لو كان بسكوت، اي شيء. ولو شفت حد بيعمل ده يا ريت تمنعه، عشان الحاجات دي مهما بلغت صغرها او حجمها بتستدعي اسماك معينة بتيجي تاكلها، والقروش بتاكل الاسماك دي وبتدور عليها، فبالتالي بتطلع لحد الشط وتقوم واكلنا احنا. لو اتجرحت لأي سبب اخرج من المية فورا، مهما كان الجرح ده صغير، والاخص السيدات اي نزيف ايا كان مصدره يا ريت ما تنزليش البحر. وللمعلومة كمان البحر الاحمر عادة بيبقى فيه صخور زي اللي انتوا شايفينها في الفيديو ده، فلازم عشان تنزلي تعومي تكوني لابسة جزمة معينة بتاعت السباحة، وبتتباع في كل حتة حوالين الشاطئ. ليه؟ عشان الصخور دي مجرد ما بتلمس رجلك يعني تعورك تعورة جامدة جدا، ومش هتقدري تنزلي بعد كده. فليت الناس اللي بتروح البحر الاحمر سواء بقى غردقة، شرم، عين سخنة، ايا كان، هتلاقي الصخور دي منتشرة جدا على الشواطئ، فلازم تنزلي بجزمة معينة عشان ما تتعوريش. طبعا واحنا نازلين ممنوع لبس الخواتم والدبل والساعات والاساور البراقة الفضية، عشان الحاجات دي كلها بتعكس الاضاءة تحت وتجذب القروش. وانتي بتعومي لو حسيتي فجأة في موجة جامدة جدا دفعتك من اسفل لأعلى، ياريت تخرجي فورا من المية. مفيش خالص داعي لأي طرطشة واحداث ارتباك في سطح المية او انتي في العمق،
ممنوع في كل الأحوال إنك تغوصي لوحدك مهما كنتي بتعرفي تعوم، ممنوع منعا باتا إنك تحاولي تلمسي السمك أو تستفزيه، ولو لقيتي كائن بحر ميت حاولي على أسرع وقت إنك تخرجي من المية وتجري من جنبه. لما تلاقي لافتة مكتوب عليها ممنوع السباحة أو يافطة يعني والعلم مرفوع ما تنزلش المية خالص، دي مش شطارة برضو. ولو بتعوم حارس الشط أو رجل الإنقاذ سافر لك ياريت تخرج فورا. اوعى اوعى تعوم قريب من مراكب الصيد أو الصيادين عامة، لأن المكان ده بيبقى مليان بطبعا السمك اللي هو بيصطادوه والقرش بيكون بيجري ورا السمك ده. طبعا بلاش الهزار ابو دم خفيف قوي ده اللي هو الحقوني انا بغرق الحقوني في قرش، عشان وقت الجد محدش هيحاول يساعدك لو عملت ده. اوعى تنزل في السباحة او الغوص على الاطلاق في مكان انت ما تعرفوش لوحدك. لو بعد الشر حصل ولقيت قرش فعلا قدامك حاول تمسك عينه او خياشيمه، ساعتها هيسيبك على طول. ولازم تبقى عارف شوية عن طبيعة المكان اللي انت رايح تصيف فيه، ولازم تبحث عن انواع القروش الفعلية الموجودة والحياة البرية الخطرة في المكان ده. عاوز اقولك ان مش القروش بس في البحر اللي المفروض تخاف منها، في حيوانات تانية كتير تبدو مسالمة زي الدلافين والسلاحف، والغلاسة عليها ممكن تخليها تقتلك بسهولة تامة. السلاحف البحرية دي ممكن تقطع لك صباع او اتنين، فريد حاول على قد ما تقدر ما تغلس على اي حاجة في البحر. عاوز اقول لكم حاجة، ان احنا اساسا مش في السلسلة الغذائية للقروش، يعني القرش بالعربي ولا بيحب لحمنا ولا بيحب دمنا. ولو ظهر لك وانت على السطح خلي عينك عليه، لان اول هجمة ما بيعضش بيخبط بس براسه، فانت كمان اديله بوكس في عينه او خياشيمه هيهرب وما تهربش منه. حاول ما تحركش رجلك بعنف في المية، خليك هادي خالص ووجهه وحاول تختص وانت بتبص له. القرش الهاجم شارك تايجر ده كبير، هو نوع شرس جدا بس ما بيهاجمش الا نادر، والقروش الكبيرة دي في العادة بتكون امنة من الصغيرة عشان قليلة الخبرة. لا قدر الله لو عضك ولسه فايق حاول على قد ما تقدر تمسك الجرح وتكتم الدم، عشان القرش عادة بيعض بالغلط ومش هيرجع تاني لانه بيحبش لا دمنا ولا لحمنا، فحاول توقف النزيف على قد ما تقدر وانت راجع الشط عشان ما يهاجمكش قرش تاني. لو هاجمك تاني يبقى ده قرش مسعور، وده بيبقى في اماكن الصيد اللي بيزفروها بالدم لصيد القروش، ودي جريمة او بسبب القاء الحيوانات اللي بتموت في المية زي ما احنا لسه قايلين، وده اللي حصل في الحبسة اللي حصلت من يومين. كل اللي هتقدر تعمله انك تحاول تواجهه او تضربه في اي حتة عشان تلحق نفسك وتنجو بعمرك. خلينا متفقين ان اصلا البحر بتاعهم هم مش بتاعنا احنا، واحنا في منطقتهم ولازم نحترمها. ومصر اقل دولة ساحلية بيحصل فيها هجوم القرش على الاطلاق، ووجود القرش في البحر دليل على التنوع البيئي وده شيء صحي جدا. واخيرا ربنا يحفظنا جميعا وناخد بالنا من كل اللي اتقال في الفيديو ده، وريت تعملوا بيه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.